اطلع سلم الموسيقى دومي سو دو دو سو مي دو، هتلاقي في اخر السلم باب مقفول ما يتفتحش الا بمفتاح سو. لو تحب اني اكون هيمنة وقلبي حنون، لازم قلبك يدوب في الساكسفون. اسمع موسيقى زي بسرعة من ايه ولي بفكر في قبل نفسي ليه، وازاي اقدر اخليك سعيد سابق وعارفة اللي في قلبك، واقفة معاك تساعدك وتواسيك. المكان قرية او قول بلد، كل يوم زي كل يوم من زمان، ناس هنايمة ولما تصحى ناس هتقول ادي الخباز شايل الصينية دايما، والعيش بتاعه نفس العيش كل يوم نفس الكلام، والايام هي الايام من يوم ما جينا نعيش. اسفين ما تسيبك مني، انا رايحة بلاد شبه الاحلام. شيء جميل ووديع كمان، بس ده كان قاسي وكان متوحش مش انسان. دلوقتي رقيق قربوا يا طيور، معرفش انا كنت بخاف ازاي من نوم بقطير. مانع الاعياد؟ ما حدش يقدر يمنع الاعياد. ما بيحبش يفتكر الماضي، وعيد الميلاد أكتر ذكرى بتضايقه. أنا شخصياً مش عاوز أعذبه. أنا شخصياً شايفة إن تفاريح العيد هتنفعه. أنا أكتر حاجة بحبها في الدنيا هي الكتب، الحكايات. طب ما تدي للسيد حكاية. عندك حق، حكاية ده عالم بحاله لو دخلنا فيه نلقى فيه صفحات مضيئة والكلام أنغام. هنقابل أبطال داسوا بقوة فوق أحزانهم، كل دول يحيوا الأمل جواه والألم راح ينساه. هيملى حياتنا خير وجمال، والكل يعيش في سلام. انت شكلك قاموسنا بيها قوي. اسمحي لي اقدم لك نفسي، معجم في خدمتك. تشرفنا يا معجم، تحب تتفضل معانا؟ بكل سرور. انا كنت لسه بحكي لزمان عن كتاب ملوش مثيل، بيتكلم عن بنت عاشت مع مرات باباها، ست شريره قوي حبستها في البيت وخلتها تشتغل طول. تصدق العرافه الطيبه عملت ايه؟ رمت تعويذه، وده حل كل مشاكل صاحبتنا. بس في مشكلة، التعويذة تخلص عند نص الليل. كفاية بيركزوا ينسوا حاجة، كلهم أفكارهم غامضة ما يتفهموش. نفهم منهم حاجة ما تقالتش لينا، أو يفهموا حاجة من غير ما نقول. بنزعق من غير ما نفهم بعضينا، أو نسكت كلنا على طول. الغفران ويا المحبة هتنور كل دروبنا، ننطق بالإحساس ونسمع بقلوبنا. ماذا تفعلين هنا؟ الأميرة صوفيا، القلادة أحضرتني لأساعدك. القلادة سببت لي مشكلة. قد اعتذرت لروبي وجدت تفاخري عليهما، لكن ما زالت موجودة، لا أعرف ماذا أفعل. هل تساعدينني؟ حسناً، الوحيدة التي ستبطل المفعول هي أنت. ورغم ما جرى لم يشعر بالمرار، والحل الوحيد شريك للمشوار. قد تسعدي الأصدقاء، قد يعجبوا بما تحاولين. رفع الأخطاء ليس باعتراف، عيد التفكير ببذل العطاء. للأسف شعور لا مزيد بيننا.
ما الأفعال تفيد.